السلام عليكم طلاب الصف الخامس. درسنا اليوم بعنوان طبيب الأسنان. هلا رح نرقم الدرس من 1 إلى 18 سطر، بعدين رح نستخرج أهم المعاني الواردة فيها وأهم الأفكار الرئيسية طبعا بعد قراءة النص. لما نقرأ العنوان طبيب الأسنان، لو جينا نعرب العنوان طبيب الأسنان، طبيب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والأسنان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. دائما المضاف إليه مجرور بالكسرة. نبلش. روى أحد الرحالة، المقصود بالرحالة هو الإنسان كثير التنقل. قديما ما كان في وسائل الاتصال مثل الإنترنت، مثل التلفاز، مثل الهاتف، ما كان يعني معلومات حول العالم غير كانت غامضة غير معروفة. كان الرحالة يتنقلوا رحلات فيها مخاطرة كبيرة حتى يجمعوا المعلومات عن الدول اللي بمر فيها وعن الشعوب اللي بمر فيها. ممكن يجمعوا معلومات علمية، ممكن يجمعوا معلومات عن عادات وتقاليد اللي كانت موجودة عند ذلك الشعوب، مثل أخذنا قديما الرحالة ابن بطوطة. إذا روى أحد الرحالة قصة صارت أمامه، وهي قصة حقيقية، على شاطئ مشمس يستلقي تمساح في استرخاء تام، وقد فتح فمه الواسع فتحة هائلة لم نكن ندري معناها ولا مغزاها، وبينما نحن نرقب الأمور بحذر بالغ انطلق من فمه طائر صغير كالسهم يملأ الدنيا صياحا مثيرا، واندفع التمساح إلى الماء اندفاعا سريعا فلم نعد نرى الطائرة ولا التمساح. نرجع نستخرج نشوف أهم المعاني الموجودة. على شاطئ مشمس يستلقي تمساح في استرخاء، استرخاء يعني يكون في راحة تامة، يكون عضلاته في ارتخاء تام، وقد فتح فمه الواسع فتحة هائلة، فتحة هائلة يعني فتحة كبيرة، لم نكن ندري معناها ولا مغزاها، ما كنا نعرف سبب فتحة الفم الهائلة، كانت بدون سبب لأنه ما كان في أمامه طعام ولا كان في أمامه فريسة أنه يفتح فمه. فهذا لفت نظر الرحالة فقرر أنه يشوفوا إيش شو الموضوع. بينما نحن نرقب الأمور يعني نلاحظ الأمور بحذر بالغ. ليش بحذر بالغ؟ لأن التمساح حيوان مفترس خصوصا الإنسان، فهو حيوان خطير ومفترس الإنسان، فكانوا يراقبوه بحذر بالغ. انطلق من فمه طائر صغير كالسهم يملأ الدنيا صياحا مثيرا، فجأة انطلق من فمه يعني طار من فمه عصفور أو طائر صغير يملأ الدنيا صياحا مثيرا، كان صوته عالي، واندفع التمساح إلى الماء اندفاعا سريعا، رجع التمساح مرة ثانية إلى موطنه إلى الماء، فلم نعد نرى الطائرة ولا التمساح، اختفى الطائرة والتمساح. ترى ما العلاقة، ما العلاقة القائمة بين تمساح مفترس وطائر وديع يسكن داخل فمه المفتوح؟ نكتشف العلاقة الموجودة بين تمساح مفترس وطائر، يعني كل راح يستغرب كيف تمساح وكيف طائر، وليش الطائر وليش التمساح ما أكل الطائر الموجود يدخل فمه، شو العلاقة اللي صارت ما بين التمساح وبين الطائر. إن طائرنا هذا هو طبيب الأسنان الطبيعي للتمساح، أو إذا لم تعجبك هذه الملاحظة فلتعده فرشاة الأسنان التي تزيل ما علق بأسنان التمساح من بقايا الطعام. هلا القصة رح تكون إنه طائرنا هذا هو طبيب الأسنان الطبيعي للتمساح، يعني هو بيعالج أسنان التمساح. كيف الفكرة؟ أو إذا لم تعجبك هذه الملاحظة فلتعده فرشاة الأسنان التي تزيل ما علق بأسنان التمساح من بقايا الطعام. يعني وظيفة العصفور هو كطبيب الأسنان. الآن التمساح لا يقدر على تنظيف أسنانه من بقايا الطعام العالقة فيه، لأنه التمساح بوكل عندنا طبيعة طعام التمساح وهي اللحوم، فتعلق اللحوم في أسنان التمساح، فلا بد من طريقة معينة إنه يزيل هذه الفضلات الموجودة في أسنانه. فالطائر شو بيعمل الطائر؟ الطائر يتغذى، الطائر يتغذى على الطعام الموجود في أسنان التمساح، وفي نفس الوقت يستفيد، ماذا يستفيد التمساح؟ إنه ينظف له أسنانه، في عندي فائدة مشتركة ما بين الحيوانين. سبحان الله. طبيعي أن الزبون مقصود فيه هو التمساح، مهما يكن متوحشا فلا يستطيع أن يخون طبيبه الصغير. كيف يعني؟ حتقولي مستطب كيف إنه العصفور لما يدخل إلى فم
التمساح ليش ما يفترس مباشرة؟ لأنه في علاقة بيناتهم، كل واحد في اتفاق، سبحان الله اتفاق رباني بيناتهم، إنه هذا اللي أنت إلا يعني إنه العصفور له مصلحة عند التمساح، والتمساح له مصلحة عند العصفور، كلاهما له مصلحة عند الآخر، فالعلاقة اللي ربطت بيناتهم إنه كلاهم عنده منفعة، فلا يمكن إنه يغدر كل حيوان، أو لا يمكن، ما فيش طبعا عصفور ما راح يغدر لأنه عصفور ضعيف، ما يمكن أن يغدر التمساح بالعصفور، ولا أن يمزح معه مزاحا ثقيلا فيبتلعه مثلا بعد انتهاء المهمة، يعني بعد ما يخلص يكون مكار، وبعد ما ينظف أسنانه راح يبتلعه، أو يخنقه إذا لم تعجبه علاجه، إذا مثلا ما عجبه شيء تنظيف الأسنان يقوم بخنقه، فلا شيء من هذا يحدث في عالم التماسيح والعصافير. عالم التماسيح والعصافير حكيت لكم في علاقة مشتركة بيناتهم، كله مستفيد، العصفور مستفيد من التمساح، والتمساح مستفيد من العصفور. التمساح ما راح يغدر بالعصفور نهائي، ولا راح يتناول ولا يفترس، لأنه في علاقة منفعة بيناتهم. إذا هناك اتفاق مشترك لتبادل المنفعة. يسترقي التمساح لتنظيف أسنانه، ويحصل الطائر على معالق في فمه بها من طعام. هون يحصل الطائر على معالق بها من طعام، زي ما حكيت لكم هون في منفعة مشتركة ما بين العصفور وما بين التمساح. وزيادة في رد الجميل وحسن الاستقبال، فقد أخذ الطائر على نفسه عهدا، في عهد إن رأى شرا يحيق بالتمساح، إذا شاف في شر يحيق يعني يصيب التمساح، أنذره بصيحة معروفة بينهما. سبحان الله، في صوت معين وصيحة معينة ما بين التمساح وبين العصفور. إذا وجد العصفور إنه في ناس بده يصطاد التمساح، فيصيح بصيحة بيعرفها التمساح ما بيناتهم، زي ما نحكي كلمة سر بينه وبين التمساح، فيهرب التمساح. ولقد رآنا الطائر الصغير من الداخل، شوفوا الطائر رآه من الداخل، فحسبنا شرا داهما، كأنه فكر وهو عرف انه العصفور انه هذا شر مفاجئ لمين؟ للتمساح. فطار هذا في الهواء، دغري طلع في الهواء، وغاص ذاك في الماء. اثنين فهموا على بعض انه في ناس بفكروا انه الرحالة بده يصطاد التمساح، فصاح صيحة كبيرة، طار العصفور في الهواء هرب، وغاص التمساح في الماء. الآن رح نأخذ المعاني. كلمة يستلقي يعني ينام، تام كامل، مثيرا مدهشا، العلاقة الارتباط، مفترس قاتل أو آكل لحوم، الزبون هو المشتري، المقصود بالزبون اللي هو التمساح، رد الجميل رد المعروف، علقة بقية، عهدا ميثاقا، أنذره حذره، استرخاء يعني ارتخاء العضلات أو الشعور بالراحة التامة. نجي عند الأفكار الرئيسية من سطر 1 إلى 5، هو مراقبة الرحالة للتمساح والعصفور، في هالفترة كان الرحالة يراقب التمساح والعصفور. من السطر 6 إلى 10، توضيح العلاقة بين التمساح والعصفور، يوضح العلاقة، في علاقة مشتركة وفي منفعة مشتركة ما بين التمساح والعصفور. من السطر 11 إلى 18، توضيح المنفعة التي حصلت بين التمساح والعصفور، هنا وضح لي المنفعة التي موجودة ما بين التمساح وبين العصفور.